السلام عليكم، صباح الخير، صباح النور، صباح الخير والبركات. حبيت أقول لكم الأجواء الآن في مكة، الساعة الآن 8:12، درجة الحرارة 20، أمطار خفيفة، غيوم. شوف ما شاء الله تبارك. الجو عليل، حتى لو تلاحظوا كده البداية حقت التحية اللي فتحت بيها افتتحت بيها الفيديو كده كلها ايش على قولكم انتوا طاقة ايجابية. انا اقول على قولكم يعني الطاقة الايجابية. يا سلام سلم، شوف الغيوم كيف.